فاول كل اورجان لازم اعرفك هو بيبدا منين او ايه الديفلوبمنت بتاعه الاساسي. يا ترى الديفلوبمنت بتاعنا اساسا في الثايرويد جلاند كان عباره عن ايه؟ هو كان عباره عن اندوديرم، يبقى هو جاي من الاندوديرم كسورس او كمارجنال لاير او جيرمنال لاير، جاي من الاندوديرم. ويتش اندوديرم بالظبط؟ قال لك الفلور اوف ذا فارينج، بيحصل بسبب اندوديرمال ثيكنينج موجود في الفلور اوف ذا فارينج. لما ناخد ان شاء الله الفلور اوف ذا فارينجز ده في الدايجستيف سيستم، هتعرف انه من ضمن الحاجات اللي بتخرج منه اللي هو ديفلوبمنت اوف ذا تانج، يبقى في سويلنجز كده ليها علاقه بالديفلوبمنت اوف ذا تانج، بيخرج من حواليها الاندوديرمال ثيكنينج بتاع الثايرويد، وهقول لك ازاي بعد شويه. يهمني ثلاث خطوات مهمه جدا في الديفلوبمنت اوف ثايرويد، هما اللي انا فارد لك فيهم السلايد دي. اول خطوه اسمها الاندوديرمال ثيكنينج اللي بيحصل في الفلور اوف ذا فانز، قدامك الصوره اللي تحت دي، بعد ما حصل هيد فولدنج للامبريو ودخل الاندوديرم جوه عشان يعمل الجات تيوب، ادي البريميتيف جات تيوب زي ما انت شايف، وادي البريميتيف فارينكس او منطقه الفارينكس اللي هي الموست كرانيال بارت بتاع الموست كرانيال بارت بتاع الدايجستيف سيستم، كويس، اللي هي الجات تيوب. هنيجي في المنطقه دي الفلور اوف ذا فارينكس، هيحصل فيه نوع من الاندوديرمال ثيكنينج. هذا الاندوديرمال ثيكنينج هيحصل له نوع من الدايفيرتيكوليشن، يعني هيتحول الى ثايروجلوسال داكت. ثايروجلوسال داكت يعني دايفيرتيكولي، هيحصل لها نوع من الكاناليزيشن وتنزل لتحت تاخد سير معين او مسار معين هكلمك عليه بعد شويه علشان توصل للفرونت اوف ذا نيك، وفي الاخر يتكون اللوبز اوف ذا ثايرويد جلاند اللي هو اللي هي الاثنين لوبز اللي كونكتد باي اسمس اللي احنا عرفناهم في الانف. يبقى اول خطوه كانت الاندوديرمال ثيكنينج بتاع الفلور اوف ذا فارينج اللي تحول بعد كده لدايفيرتيكولم اند داكت مع ثايروجلوسال داكت، لانها ليها علاقه بالتانج والثايرويد مع بعض، وفي الاخر خالص تطلع الخلايا بتاعه الثايرويد جلاند عشان تكون لي الثايرويد بيت. ادي الثلاث خطوات اللي تحطهم قدامك وتبقى عارفهم كويس قوي. هنتكلم في السلايدز الجايه على كل خطوه بالتفصيل. اول خطوه خالص هي الاندوديرمال ثيكنينج اللي بيحصل في الفلور اوف ذا فان. يا ترى فين بالظبط في الفلور اوف ذا فان؟ بيحصل بين حاجه اسمها تيوبيركولوم امبار اند ذا كوبولا، في مكان الفورامين سيكم اوف ذا تانج. كلنا لما هندرس التانج ان شاء الله هنعرف ان التانج ده له انتيريور تو ثيرد مفصولين عن بوستيريور ثيرد بسالكس اسمها سالكس تيرمينالس، عامله شبه حرف الفي، والسنتر بتاع السالكس ده في حته اسمها فورامين سيكم تمثل نشاه الثايرويد جلاند من الاول خالص. انا كتبت لك سي ذا دايجستيف سيستم، مش عايزك تعرف تفاصيل خالص تانج دلوقتي، عايزك تعرف بس ان كان في سويلنج طلعت من الفارينكس عشان تخلق التانج. من وسط هذه السويلنج طلع لي اندوديرمال ثيكنينج اسمه ذا اندوديرمال ثيكنينج اوف ذا ثايرويد جلاند، اللي يتحول بعد كده الى انفاجينيشن، يعني يحصل له نوع من التجوف او نوع من ان هو يبقى انفاجينيتد لتحت كده، ويخلق لي دايفيرتيكولم تنزل كانها تيوبولار داكت بالظبط اسمها ثايروجلوسال داكت. تنزل رايحه فين؟ رايحه ناحيه النك. زي ما انت شايف في الصوره، ادي التانج بعد ما تكون في السجيتال سيكشن اللي احنا خدناه في النيورو ساينس قبل كده او في النك موديول. ادي مكان الدورسال سيرفيس اوف ذا تانج الواصله اللي بين الانتيريور تو ثيردز والبوستيريور ثيرد، ده مكان نشاه الاندوديرمال ثيكنينج، واداني بعد كده المسار بتاع الثايروجلوسال داكت. يا ترى المسار بتاع الثايروجلوسال داكت ده هينزل عادي كده؟ يعني هينزل دايركت كده؟ قال لك لا، له شويه تحاوير كده هنتكلم عليه. اولا الثايروجلوسال داكت بتنزل في الميدل اوف ذا نيك، يعني في الميد لاين اوف ذا نيك بالظبط، ان فرونت اوف ذا فان، ماشي، وبعدين ان فرونت اوف ذا هايويد بون زي ما انت شايف الخط الاحمر المنقط اللي انا ماشي عليه بالسهم تحت. وبعدين بعد ما بيبقى ان فرونت اوف ذا هايويد بون يقوم عامل ريكرنت لوب ورا الهايويد بون ويرجع تاني عشان ينزل ان فرونت اوف ذا لارينج، وفي الاخر خالص يستقر امام بدايه التراكيه عشان يدي الثايرويد جلاند بعد كده. يبقى هو المسار بتاع الثايروجلوستال داكت مهم جدا انك تعرف ان هو من الفورامين سيكا من دورسام اوف ذا تانج ينزل الى الفرونت اوف ذا فان ثم فرونت اوف هايويد بون ويلف من ورا الهايويد بون يعمل لوب كده ويرجع تاني، يعني يخش داخله كده ويرجع تاني ان فرونت اوف ذا لارينكس واستقر امام الفرونت اوف ذا تراكي. الخطوه الثالثه بمنتهى البساطه هي اللور بارت بتاع الداكت دي، الخلايا اللي فيها هيحصل لها تكاثر، اللور اند اوف ذا ثايروجلوستال داكت الخلايا اللي فيها هتتكاثر ويظهر لي اثنين لوبس
او نفختين على الجنبين زي جانبي البابيون ويكونوا لي الاثنين لوبز اوف ذا ثايرويد جلاند. عشان كده الثايرويد بتبقى عباره عن اثنين لوبز كونكتد باي اسمس زي ما خدت في الانف. شايفين مفيش ابسط من كده. يا ترى هي كان مصدرها ايه؟ كانت اندوديرم. منين؟ من الفلور اوف ذا فان، من المنطقه اللي طلع فيها السويلنجز اللي كانت بتكون الطنج. هذه المنطقه هي الكونكشن اللي بين الانتيرور تو ثيرد اوف ذا تانج والبوستيرور ثيرد اوف ذا تانج. هناخدها بالتفاصيل لما ناخد الدايجستيف سيستم ان شاء الله. يحصل للاندوديرمال ثيكنينج ده دايفرتيكوليشن اند انفاجينيشن، فيتحول الى تيوبولار داكت، انبوبه، انبوبه تيوبولار تنزل تمشي قدام الفارينكس والهايرويد بون ثم ترجع ورا سنه وبعدين تنزل امام اللارينكس وفي الاخر تبقى قدام التراكيه يتكون لها الاثنين لوبز اللي متوصلين بإثماس. يا ترى الخلايا بقى المسؤوله عن افراز الهرمونات بتتكون ازاي؟ قال لك الفوليكولار سيل اللي هي بتطلع الثايرويد هرمون بتبقى عباره عن بروليفريشن بتاع السيلز اللي في اللور اند اوف ذا ثايروجلوستال ده، وتبدا انها تعمل فانكشن لما يكون البيبي ده عنده 3 شهور في الثيرد مام. طيب حلو. ثم البارافوليكولار سيل المسؤوله عن هرمون الكالسيتونين دي بتخرج من الالتيمو برانكيال بودي بتاع الفيفث فارينجيال باوتش، تطلع في الفيفث فارينجيال باوتش وهوريك ازاي دلوقتي، وتقوم نازله تعمل انفيجن للثايرويد جلاند عشان يبقى عندي فوليكولار سيلز اند بارافوليكولار سيلز. الفوليكولار سيلز بتخرج من الثايروجلوستال داكت شخصيا اللي نزلت وعملت اثنين لوبس وبينهم اثمر، اما البارافوليكولار سيلز بتطلع من الالتيمو برانكيال بودي اللي هو في مكان الفيفث فارينجيال باوتش. هفكرك تاني بالصوره دي، قلنا الفيرست باوتش كان له علاقه ب الاير والاوديتورينيتس، السكند باوتش كان له علاقه بالبلاتاين تونسل الفصه بتاعه الغده اللي هي بتاعه اللور، وبعدين الثيرد طلع اللور باراثايرويد جلاند، الفورث طلع الابر باراثايرويد جلاند، الفيفث اهو طلع لنا الالتيمو برينكيال بودي اللي خلق البارافوليكولار سيلز اللي راحت عملت انفيجن للثايرويد جلاند وتفرز الكالسيتونين بعد كده. يا ترى ايه الانوماليز اوف ذا ثايرويد جلاند؟ بمنتهى البساطه اول انومالي ممكن تواجهني هو عدم تكون الثايرويد جلاند اصلا، اجينيسيس اوف ذا ثايرويد جلاند، وده هيعمل كونجينيتال ابسنس اوف ذا ثايرويد، عن يعمل هايبوثايروديزم كونجينيتال، يقوم البيبي ده يحصل له كريتينيزم، المرض اللي جبنا سيرته لما اتكلمنا على الابلايد اناتومي اوف ثايرويد جلاند، وقلت لك انك هتعرفه احسن في الفيسيولوجي مننا من الاناتومي بكتير. ثاني نوع ان الثايرويد جلاند دي تخرج في اي حته من مسار الثايروجلوستال داكت وما تبقاش هي عباره عن التو لوبز اللي تحت بس، لا ده انا يبقى عندي تو لوبز واثمس بينهم عادي ان فرانت اوف ذا تراكيا، لكن يطلع لي ابيرنت او اكتوبيك ثايرويد تيشو في اي حته في مسار الثايروجلوستال داكت. ممكن تبقى لينجوال ثايرويد لما تكون على الدورسال اسفيس اوف ذا تانج، ممكن تبقى سوبرا هايويد يعني فوق الهايويد بون، ممكن تبقى ريترو هايويد في اللفه بتاعه الداكت لما راحت تلف من ورا هايويد ونزلت، وممكن تبقى انفرا هايويد ثايرويد على حسب مكانها، المهم انها اكتوبيك وخلاص. ثالث نوع ان ممكن جدا الضغط بتاعتي اللي هي الثايروجلوستال ضغط دي ما تتقفلش كلها، ما يحصلهاش كومبليت اوبليتريشن وتسيب الثايرويد جلاند بس تحت، لا ده انا يبقى عندي ثايرويد جلاند طالعه تحت عادي خالص اهو، ولكن هذه الضغط في حته منها لم تقفل، ما حصلهاش اوبليتريشن فتعمل لي سيست. هذه السيست بنسميها سيست اوف ثايروجلوستال داكت، او للتبسيط نقول ثايروجلوستال سيست. اهم مميزاتها انها بتبقى موجوده في الميدل لاين اوف ذا لارينج، وبتتحرك في الميدل لاين اوف ذا نيك سوري، وتتحرك مع الديبليتيشن، ودي لازم اقارنها وافرق بينها بينها وبين البرانكيال سيست. لو تفتكر البرانكيال سيست في الهيدن نيك لما قلنا انها بتبقى موجوده على اي حته في مسار الانتيرو بوردر اوف ستيرنوم سايد يعني في اللاترال سايد اوف ذا نيك، وملهاش علاقة بالديجليتيشن بعملية البلع، مش بتحرك ولا مع بلع ولا حاجة. لكن لما الاقيها في الميدل لاين زي ما انت شايف كده سيست في الميدل لاين، اقول للبنوتة دي ابلعي كده ريق فتلاقيها تتحرك مع البلع، يبقى اذا هذه السيست ليها علاقة بمسار الثايروجلوستال داكت اللي ادى ثايرويد جلاند في الاخر اللي مزنوقة ببري تراكية الفاشية، فعشان كده بتتحرك مع الديجليتيشن. يبقى اذا differential diagnosis of the thyroglossal cyst انها موجودة في احد مسارات الثايروجلوستال داكت نتيجه لعدم الاوبليتريشن اوف ان اريا اوف ذيس ثايروجلوستال داكت، فتعمل لي سيست موجوده في الميدل لاين تتحرك والديجلوتيشن اب اند داون.
اما البرينكيال سيست او البرينكيال فيستولا بتبقى موجوده في اللاترال سايد اوف ذا نيك بعلاقه للانتيريور بوردر اوف ستيرنوم اوف سايد. طب لو كان السيست دي حصل لها رابتشر وفتحت على السيرفس ممكن يبقى نسميها ساعتها ثايروجلوستال فيستولا. وبكده يبقى خلصنا الامبريولوجي اوف ثايرويد جلاند بمنتهى البساطه بالانوماليز بتاع ثلاث خطوات: ثيكننج في الدورس اوف ذا تنج، تنزل بعد كده تعمل داكت اسمها ثايروجلوستال داكت، تنزل قدام الفارنكس قدام الهايويد، ترجع ورا الهايويد، تنزل تاني قدام اللارنكس والتراكيه، وبعدين يطلع لي الاثنين لوب. تبدا الفوليكولار سيلز في الفانكشن من الثيرد مانث، يطلع لي بارا فوليكولار سيلز من الفيفث فارينجيال باوتش، وبعدين يبقى الانوماليز قدامك، يا اما ما تتكونش خالص، يا اما تتكون في حته زياده عن الحته بتاعتها في مسار الداكت، يا اما تتكون كويس وكل حاجه بس الداكت ما تقفلش كلها، ما تبقاش اوبليتريتي، يتبقى جزء منها مفتوح يعمل لي سيستم. تمام؟ اما بالنسبه للباراثايرويد جلاند فدول هعملهم ريفيجن فقط. انا خدت الفارينجيال باوتشز او الباوتش عرفت بيدي ايه، سكند باوتش عرفت بيدي ايه، الثيرد والفورث هم اللي بيدوا الباراثايرويد جلاند. ولو تفتكر معايا ان الثيرد فارينجيال باوتش بيدي جزء من الانتيريور باراثايرويد جلاند وجزء من الثايموس جلاند، وبيقول لك في الصوره اهو ادي الفيرست باوتش كان له علاقه بالايد، سكند باوتش عمل الفصه بتاعت البلاطين تونسل، ثيرد باوتش اهو ادى الانفيريور باراثايرويد جلاندز وجزء كبير جدا من الثايم. حصل لهم ايه؟ حصل لهم داونورد مايجريشن، حصل لهم داونورد مايجريشن، الثايمس تنزل وتسحب وراها الانفيريور باراثايرويد، وبقدره قادر الانفيريور باراثايرويد تروح على الدورسال اسبكت بتاع اللور بارت اوف ثايرويد لوب، اما الثايمس جلاند تنزل للسوبيريور ميديا ستاينم، ولما بنكبر في السن بتختفي وتضمحل ويبقى اسمها ريمننت اوف ثايرويد. لو تفتكر معايا الميديا ستاينم اللي خدناه في السي بي اس زمان السنه اللي فاتت. علشان كده بنسمي الانفيريور بارا ثايرويد جلاند بارا ثايرويد 3، علشان بيخرجوا من الثورد فارينجيال باوتش ويعملوا مايجريشن داونوردز ويروحوا ورا الثايرويد من تحت. اما الفورث فارينجيال باوتش ده فبيدي الفورث او السوبيريور باراثايرويد اللي ما يعملوش بقى داونورد مايجريشن ولا حاجه، لا ده هو الفورث اهو بيدي السوبيريور، فيقوموا رايحين على طول في الابر بارت اوف ذا بوستيريور اسبكت اوف ذا ثايرويد جلاند، وعشان كده بنسمي السوبيريور باراثايرويد باراثايرويد 4 نسبه الى الفورث فارينجيال باوتش. يبقى خلي بالك من الايه؟ من حركه المقص والخلف كلاف دي. الثيرد باوتش هو اللي فوق بيدي الانفيريور باراثايرويد وجزء كبير من الثايموس جلاند، اما الفورث اللي تحت فبيدي السوبيريور. حلو حركه المقص دي. الثيرد فوق يدي الانفيريور اللي تحت، الفورث تحت باوتش يدي السوبيريور اللي فوق. كويس؟ وبيدي برضه سمول بارت بتاع الثايموس جلاند اللي بيختفي بعد كده. بفكرك تاني ان الفيفث باوتش بيتحول لحاجه اسمها التيم برينكيال بودي، بيديني البارا فوليكولار سيلز اللي تروح تنفيد الثايرويد عشان تدي الكالسيتونين بعد كده. اظن مفيش اسهل من الاندوكراين اوف ثايرويد اند بارا ثايرويد جلاند. عندنا بقى كده كيس كده بسيطه يقول لك ان بعض الاطفال يا عيني بيحصل لهم مشكله في الثيرد والفورث فارينجيال باوتشز، وبما ان هذه المشكله حصلت في هذه الباوتشز فما يبقاش البيبي عنده بارا ثايرويد ولا ثايموس جلاند خالص، ودي مشكله كبيره. لما طفل صغير يتولد من غير بارا ثايرويد ولا ثايموس يبقى عنده مشكله جامده جدا في نقص الكالسيتونين وسوري في نقص الهيموجويتيك افكت سوري بتاع الثايموس جلاند، لان احنا عارفين انها بتبقى هيموجويتك في الصغر وبعدين بتختفي لما بنكبر، ويبقى مفيش الميتابوليزم المهم بتاع الكالسيوم بتاع الباراثايرويد جلاند. يحصل كمان ان يبقى عنده مال فورمد ماوث اند نودز، يعني يبقى عنده مشاكل في الماوث ونيزل كليفتس وبالات كليفتس، اند سي في اس انوماليز يعني هارت انوماليز ومشاكل في الكارديو فاسكولار سيستم. وبكده نبقى خلصنا الامبريولوجي اوف ثايرويد اند باراثايرويد جلاند.